الآن سؤال: هل يجوز أن يقطع الشخص صيامه في هذه الأيام وهذا الصوم المبارك بسبب إجراء عملية استئصال اللوزتين، علما بأن استدائم الصيام من أوله؟ إذا كانت عملية استئصال اللوزتين مستعجلة ما يجراش حاجة، ممكن أن هو يجري العملية إذا كانت مستعجلة ويفطر ما فيهاش حاجة. إذا كان ضميره تعب وممكن العملية تتأجل لبعد الصيام يبقى أريح له، لكن إذا كانت حاجة مستعجلة قوانين الكنيسة تبرر هذا الوضع. واحد بيقول: أعرف عن الآباء السواح المتوحدين إنهم تائهون في الجبال لا يعرفون أين هم، كما ذكرت قداستكم في الأسبوع الماضي لا يرون أحدا ولا أحد يراهم، فكيف كانوا يؤدون سر الاعتراف والتناول، حيث إن قانون الكنيسة يجب عدم التجاوز على التناول مدة 40 يوم؟ لا، ما فيش قانون كنيسة بيقول كده، نقدرش نقول الكلام ده. إنما عايزكم تفرقوا بين حاجتين، عايزكم تفرقوا بين حاجتين مهمين جدا فيهم الإجابة الرئيسية على هذا السؤال. بين إنسان بإمكانه يعترف ويتناول ويمتنع عن الاعتراف والتناول، وإنسان آخر مش بإمكانه لا يعترف ولا يتناول. يعني الله لا يطلب من إنسان شيء مش في إمكانه. فافرض إن عندنا إنسان راهب سائح في الجبال ليست أمامه كنيسة ولا كهنة، لو أمامه قصر نقول فيه تقصير، لكن ما فيش أمامه كنيسة أو كهنة، هيعمل إيه؟ ده أنبا بولس السائح قعد 80 سنة لا يرى وجه إنسان. القديسة مريم القبطية أدت مدة طويلة لا تتناول ولا تعترف، لكن لما قابلها أب قديس كاهن الأنبا زوسيما اعترفت له بخطاياها وقالت له: نرجوك السنة الجاية تيجي وجيب المناولة معك. يعني لما جت فرصة كان بها. في قصة بنقراها في سير السواح أن بعض السواح بيجتمعون في كنيسة قديمة في البراري ويكون أحدهم كاهن ويعمل قداس ليهم. القصة دي جت في سير بعض الأباء السواح، على ما أظن في سيرة الأنبا موسى السائح أو الأنبا بجيم السائح، كانوا بيجتمعوا في كنيسة للسواح وكل اللي يجتمعوا فيها السواح مع بعض. لكن على أي الحالات هذا السائح اتناول وهو طفل واتناول قبل السياحة في شبابه، فأصبح حكاية من لا يأكل جسده ولا يشرب دمه ما تنطبقش عليه لأنه اتناول قبل كده. والسواح دول هيعترفوا بإيه؟ ده سواح. لكن لما واحد بيقع في خطية بيحكيها. واحد بيقول باختصار شديد: أنا شاب 27 سنة وخطبت في نفس السن، مخطوبين من 6 أشهر، ظهرت أخيرا مشاكل وصلت بنا إلى أنني أخذت قرار بأني أفك هذه الخطبة، وملخص هذه المشاكل أن لها رأي ولازم يمشي.
كما عرفت من إحدى صديقاتها نصحتها بأن يكون لها شخصية معي ولازم أمشي كلامها، وكانت دائما تردد الآية التي تقول معينا نظيره، وتردد كلمة نظيره يعني زيه يعني بالظبط. طب استني يا بنتي لما تتجوزي وتضمني الراجل اهو هيفك الخطوبة، استفدت ايه؟ خلي كلمة نظيره تنفعك بقى. أي معنى هذا إنها تأمر كما إننا أفعل دائما في مساواة معي؟ ما لما تنفذ أمرها ما يبقاش نظيره، ده يبقى معين فوق راسه يعني أزيد منه. إلى أن مللت هذه الشخصية التي تريد أن تتسلط عن طريق آية من الكتاب. الكتاب مش آية واحدة، زي ما فيه معين النظير وفيه الرجل رأس المرأة، وفيه كما إن فيه آيات النساء تخضع لأزواجهم، فيه آيات إن الزواج يحب زوجته. في مقالة كويسة جدا عن هذا الموضوع كتبها نيافة الأنبا بولا في مجلة الكرازة، يا ريت تقراها، مقالة حلوة خالص عن الأسرة. واحد تاني بعت لي سؤال الاسبوع اللي فات، بيقول لي هل انت كنت بتصوم في الرحله ولا لا؟ كنا بنصوم وكنا بناكل اكل صيام. ما تفتكرش امريكا واستراليا ما فيهاش اكل صيام؟ فيها كتير يعني، الخضروات موجوده في كل مكان، والفاكهه موجوده في كل مكان، والطبيخ الصيامي ممكن يعملوه سيدات موجودين في كل مكان برضه، ويعملوا أكل صيامي كويس. هو حد يحتج بأنه في الخارج وما يقدرش يصوم؟ لا أبدا، في كل حتة بنروحها في الخارج بنقدر نصوم، النبات موجود والفاكهة موجودة. هي حجج، اللي عايز ما يصومش يجيب لنفسه اعذار، لكن ما فيش اعذار. كلنا الكنيسه القبطيه، بلاش انا في رحله، طب الكنيسه القبطيه كلها اللي موجوده في الخارج بتصوم ولا ما بتصومش؟ بيصوموا كل الصيامات. الاباء الكهنه اللي موجودين هناك وعايشين طول عمرهم هناك بيصوموا. واحده بتقول أنا كل ما أذهب لأب اعترافي بكرر نفس الكلام، وهي إني عصبية كتير جدا وبضرب الأولاد ما أقدرش أحوش نفسي، وكل مرة أكرر هذا الكلام. أنت لازم تعرفي ان حكايه ضرب الاولاد دي اللي هتفيدك ولا هتفتهم؟ لا يفيد الاولاد في تربيتهم ضربهم، هم لما يعرفوا انك بتتنرفزي من شقاوه يتشاقوا نفس الشقاوه عشان تتنرفزي. العيال عايزين كده، وساعات ما يهمهمش الضرب، يهمهم انهم يشوفوك متنرفزي ويضحكوا عليك. انت فكرك يعني العيال الضرب ده بيأثر فيهم؟ فجربي انك انت تسيبيهم وما تعمليش عقلك من عقل العيال. العيال لازم طبيعتهم يتشاؤوا، طبيعتهم يزعقوا، طبيعتهم صوتهم عالي، ما يقدروش يقعدوا متكتفين في البيت بالهدوء اللي انت عايزاه. جربي كده اسبوع انك انت ما تتنرفزيش، وسيبيهم على حريتهم. منين ما يتشاؤوا قولي لازم العيال يبقوا كده، طبيعه العيال يبقوا كده. ده بولس الرسول بيقول عندما كنت طفلا كطفل كنت اتكلم، وكطفل كنت أتصرف، ولما كبرت تركت ما للطفل. كمان ما تخليش العيال يكرهوكي،
يعني أول حاجة قلتها يغزوكي، وتاني حاجة يكرهوكي وما يحبوكيش، ولو كرهوكي مش هتقدري تربيهم، مش هتعرفي تربيهم لأنهم مش يقبلوا منك أي كلام. الحكاية مش مشكلة بينك وبين الأب الاعتراف، مشكلة بينك وبين الأولاد وبينك وبين طباعك الصعبة. يعني وانت صغيرة ما كنتش بتتشقي وكانوا بيضربوك؟ واحدة بتقول أنا ندرت يوم معمد ابني أذبح عجل ولكن الظروف ما بتسمحش. الظروف ما بتسمحش لأنك اتأخرت، لكن ساعة ما ندرتي قطعا كانت تسمح، وإلا ندرتي إزاي؟ وعشان الكنيسة بتاخد ربع الذبيحة، أنا ممكن أجيب بدل الربع خروف. لا شوفي، أنا دايما بقول الندر هو ندر. لو ما قدرتيش فوتي عليا وديكي تمن العجل وتقدم العجل للكنيسة، ومش تقدم لهم الربع وتاخد التلات ارباع، تقدميه كل وهم يوزعوا الباقي على الفقر. واحد بيقول في الاجتماع السابق قلتم قداستكم لا يجوز الطلاق إلا لعلة الزنا كما جاء في الكتاب المقدس. شوية أسئلة على كده، كيف تثبت علة الزنا؟ وهل الكتاب وضع لها شروط خاصة في وقتنا الحاضر من اليسير جدا العثور على شهود باطلين؟ طبعا أحيانا بيحصل ضبط للواقعة في ذات الفعل زي قصة السؤال الأولاني اللي قلناه، بس دي قليل. يعني ساعات يحدث إن راجل يجي بيته في غير الموعد، يجد شخص غريب في البيت في حالة مريبة. في حاجة في القانون اسمها الزنا الحكمي. الزنا الحكمي يعني الذي هو في حكم الزنا وإن لم يضبط في ذات الفعل. يعني افرض ان رجل وجد مذكرات لمراته بتشرح فيها حاجات تثبت زنا ونسيت تخبي الورق. افرض لقى عند مراته جواب بعته لها واحد يقول لها لا، يقول لها فيه لا انسى كذا وكذا من الوقائع اللي توديها في سينو بيك. دي حاجه. افرض ان المرأة هربت مع راجل غريب من غير المحارم، فدي تعتبر في الزنا الحكمي. افرض ان المرأة وجدت في اماكن لهو او اماكن مريبة او اماكن معروف سمعتها رديئة ومعها ناس الى اخره. يعني في حاجات يعتبرونها في حكم الزنا. أما شهود فإذا كان مش ممكن واحد بس يضبط يبقى هتجيب شهود منين؟